بناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى دوه الله ورعاه. تبارك الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل تعيين سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيسا فخريا للنادي. وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 6 لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيسا للهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.